بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أسعد الله أوقاتكم أيها المشاهدون، أسعد الله أوقات هذا الوطن الغالي وعلى رأسه مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين. أسعد الله أوقات جنودنا البواسل على الحد الجنوبي، الله ينصرهم عاجلا غير آجل. أسعد الله صباح والدتي الغالية أم مشعل، والتي ما أن تبث هذه القناة إلا وتشاهدنا على هذه الشاشة المباركة. أيها الأخوة، خير بداية لكل بداية القرآن الكريم. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مجلس يجلس فيه لا يذكر الله فيه ولا يصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم إلا قاموا هؤلاء القوم كمن قام من جيفة حمار وكانت عليهم ترى، والترى هي الحسرة والندامة. يقول الله سبحانه وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون صدق الله العظيم. فهذا القرآن، والذي يقول الله سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لا يمكن أن تهدأ وترتاح هذه القلوب إلا بعد سماعها لهذا القرآن الكريم. الله يحييكم وشرفنا. هلا هلا، مرحبا. هلا يا مرحبا أبو روان، أخونا أبو روان الراشدي. حي الله أبو ثامر عبد الرحمن الزايدي، بما انك على لا علشان ما يقولون الربع عتيبي بي ترى على يميني الربع ما حي الله اخوي عبد الرحمن الزايدي ابو ثامر، ولا تعبت؟ لا ندمت، حياك الله. المقرون عندك ونسمع تصبيحتك للحاضرين والمشاهدين، تفضل. اولا سعد الله صباحكم ايها الاخوه المشاركون، وأسعد الله صباح المشاهدين من أمام الشاشات، وأسعد الله صباح كل مواطن في هذا الوطن الغالي. الله يحييك أبو، تفضل. يا مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يصبحكم بالخير جميعا، يصبح عليكم ويصبح على أخوان الشاشات، مرحبا بكم جميعا. أخوي متعب جزا، يا مرحبا، تشرفنا بوجودك اليوم معنا، عطنا تصبيحتك. الله يصبحكم بالخير ان شاء الله ومشاهدين خلف الشاشات. الله يحييك ابو جزا. طبعا نواف هلال ما هو غريب على الشاشه، فنحييك ونقول لا تعبت. سلام. هلا ابو منيره، يلا حيه. اسلم. سلمت جدا. من اللي من